ازيكم يا جماعه، معاكم يحيى. النهارده انا هتكلم عن ايه افضل اندرويد ابلكيشنز بالنسبه لي. دول مش اكتر ابلكيشنز انا بستخدمها زي فيسبوك واتساب، لا دي ابس مش مشهوره شويه وبتعمل حاجات مش موجوده في كل الابلكيشنز وتساعدك في حياتك اليوميه. يلا نبدا. رقم واحد، جوجل كيب. لو انت شخص زيي وبتنسى نص الحاجات اللي المفروض تعملها يبقى ده ابلكيشن جميل جدا ليك. هو بالظبط عباره عن بديل للنوته اللي بتشيلها في جيبك واللي بتسجل فيها الحاجات اللي انت مش عايز تنساها. مش بس كده، هو كمان بيضيف ميزات جديده مش هتضيفها لك قلم وورقه. تقدر تسجل نوته وتكتب فيها اللي انت عايزه وتلون النوته دي بالوان معينه عشان تلفت نظرك دايما. يعني انا مثلا ما بسجل نوته وعايز النوته دي، يعني النوته دي شيء مهم بالنسبه لي عايز افتكره، بعملها باللون الاحمر عشان اول ما اخش على الاب الاقيها في وشي. تقدر تعمل ريمايندر يفكرك بالنوته اللي انت كاتبها دي، وبتحدد التاريخ والوقت. وافضل شيء عاجبني انه بما انه ابلكيشن من جوجل بيعمل سينك مع خدمات جوجل تانية زي جوجل كالندر. يعني لو عملت ريمايندر على جوجل كيب هلاقيه موجودة على جوجل كالندر، هيفكرني بيه على الاثنين. فده بيخليك مستحيل تفوت النوتة دي لانك هتشوفها في كل حتة. تقدر تعمل كمان حاجة زي شوبينج ليست. لو نازل السوبر ماركت مثلا وعايز تجيب حاجات مش هتضطر تكتبها في ورقة او كده، لان جوجل كيب عاملين لستة بمربعات جنبها. لما مثلا خلاص يعني انت هتكتب مثلا الليستة بالحاجات اللي انت عايزها، لما تشتري حاجة معينة هتتكع على المربع ده هيتشطب عليها كأنك شاطب بالورقة ولا لا. شيء ظريف جدا يعني. وضايفين كمان نوتة صوتية ونوتة بصورة ونوتة بخط الايد، انك تكتب كأنك بقلم فعلا بقى تكتب على الشاشة. بس دول بصراحة انا مستخدمتهم مش كتير قوي، بس شيء ظريف انهم موجودين لو حبيت تستخدمهم. رقم 2، اد بلوك براوزر. اكيد كل انسان مر بالمرحلة دي، انك تفتح ويب سايت تلاقي مليون اعلان طلع في وشك، ولو عايز تداون فيلم ولا اي حاجة تلاقي كلمة داونلود ظهرت في كل حتة في الشاشة. وكمان لو عايز تعمل ستريم لحاجة تلاقي يقول لك كلوز اد فروم هير وتفضل قاعد نص ساعة ما في الاد ده. كل ده بينتهي مع اد بلوك براوزر. مفيش اعلانات، هو براوزر بدون اعلانات ومبني بتصميم موزيلا فايرفوكس وسريع جدا ومفيهوش اي مشاكل ومش بيقلل من سرعه النت ولا حاجه زي ما ناس كتير بتقول. بس مشكلتي الوحيده معاه انه مش بيعمل امبورت للبوك ماركس من جوجل كروم. انا عندي على جوجل كروم بوك ماركس كتير جدا، حوالي 100 بوك مارك، فانا ما اقدرش اقعد انقل كل البوك ماركس دي تاني. لو حاولت اعمل امبورت مش بيعمل معايا، فبسبب النقطه دي انا مش قادر اخليه المتصفح الرئيسي بتاعي. رقم 3، تي في شو تايم. ده اختراع بالنسبه لي. انا بتابع مسلسلات كتير قوي ومش حافظ مواعيدهم كلهم اكيد، وعشان اعرف في حلقات نزلت جديده في المسلسل اللي انا متابعه ده ولا لا، بخش على صفحه المسلسل ده على IMDb وادور فين يعني اخر حلقه نزلوها واشوف التاريخ بتاعها. وطبعا ما بقاش فاكر اخر حلقه فقط عليها كانت امتى، فهم قاري القصه بتاع الحلقه دي وافتكر كده انا سمعت الكلام ده فين ولا لا، يعني سمعت الكلام ده قبل كده ولا لا. وطبعا يعني الموضوع ده مهلك جدا يعني، ويعني بقعد ادون ان انا كنت واقف عند حلقه رقم كذا، وكان الموضوع وظيفه كده ولا مهام انت عايز تعمله. الموضوع المفروض شيء مسلي وجميل، يعني انت بتتسلى وبتتفرج على المسلسل. ولما اكتشفت الابلكيشن ده الموضوع اتغير تماما. اول حاجه انت بتسجل على الابلكيشن ده كانك بتعمل اكونت عادي، وتختار المسلسلات اللي انت متابعها وتقول للابلكيشن انت اتفرجت على قد ايه من المسلسل. يعني مسلسل مثلا 10 سيزون انت اتفرجت مثلا على 5، انت بتختار انا اتفرجت على 1 2 3 4 5. وهو بعد كده في اول خانه اسمها كالندر بيقول لك فيها على مواعيد المسلسلات القادمه من الحاجات اللي انت متابعها بس، وبيديك بالتاريخ واليوم والساعه. وفي خانه تانية اسمها تو واتش، دي خانه بيبقى فيها الحلقات اللي اتعرضت وانت ما اتفرجتش عليها، ودي تقريبا الخانه اللي انا ببص عليها على طول. يعني الخانه الثالثه دي خانة اسمها فيد، الخانة دي بيبقى فيها حاجة زي الصفحة الرئيسية بتاع فيسبوك تقريبا. هو الفكرة ان كل مسلسل انت بتتفرج عليه وبتسجل فيه بتبقى زي فان للمسلسل، انت وناس كتير. اي حد ممكن يكتب حاجة زي بوست عن المسلسل او عن حلقة بعينها، والناس تعمل كومنتس ولايكس على البوست اللي هو كاتبه ده زي الفيسبوك بالظبط. ففي الخانة دي بقى بتلاقي كل الناس اللي كاتبة حاجات عن مسلسلات انت متابعها بس. فده خالق كده مجتمع من الناس بيتكلموا عن حاجه بيحبوها، وده شيء ظريف جدا. ومستخدمين الابلكيشن ده كتير مش قليلين. رقم 4، اوديكو رينج تونز. اسم غريب شويه، احتمال يكون معظم الناس عارفين الابلكيشن ده. هو عباره عن اداه بتقطع بيها اغاني
تعملها رينج تون تحطها على الموبايل. بس هو مش بس كده، لا ده في كمان نغمات متقطعه جاهزه لاغاني كتير قوي من الاغاني الجديده اللي موجوده في 2015 و2016 ومن القديمه وكله، وممكن تعمل سيرش كمان على اللي انت عاوزه بالتحديد. رقم 5 موب درو. عارفين او اس ان؟ اكيد عارفينها. تديك باكج فيها قنوات معينه تقدر تتفرج على القنوات دي، قنوات طبعا فيها قنوات بتاع امريكا وكده واللي بتعرض محتوى رائع طبعا، بس طبعا كل ده بفلوس، فلوس كتير. موب درو بقى بيديك القدره انك تخش على كل القنوات دي وتتفرج عليها اونلاين، كل ده ببلاش. وكمان بيقسم اقسام في البرنامج لعروض تلفزيونيه والبرامج والاخبار وحاجات زي كده. ولو عايز تتفرج على حاجه معينه، يعني مثلا دلوقتي انت عايز تتفرج على مسلسل فاميلي جاي، هتخش على لستة التي في شوز وتعمل سيرش وتكتب فاميلي جاي، هيجي لك المسلسل هتتك عليه. ساعتها الابلكيشن بيدور على اي ملف ستريمينج بتاع فاميلي بتاع مسلسل فاميلي جاي وبيجيبه لك في نص الحلقه بقى في اولها في اخرها مش مهم، وبيختار بشكل عشوائي، يعني ما تقدرش تختار الحلقه المعينه. بس ممكن العيب الوحيد اللي في الابلكيشن ده ان مفيش ترجمه انجليزي ولا عربي طبعا. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وقولوا لي يعني النوع ده من الفيديوهات عجبكم ولا لا. يعني ممكن اعمل سلسله مثلا عن ايه افضل ابلكيشنز انا شايفها في الاندرويد، اعمل سلسله زي دي كل شهر مثلا اعمل فيديو عن الحاجات دي. قولوا لي ايه رايكم في الكلام ده في الكومنتات تحت، وشكرا، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.